اخوتي والله شو انا بحلف بالله والله انا احبكم في الله اخوتي في الله والله انا احبكم في الله. عايز اقول لك ان سر اسرار رمضان النية. ممكن الانسان في اعمال كثيرة يغفل عن النية رغم ان النية شرط في صحة العمل. بعض الناس بيقول واجب بعض الناس بيقولوا ركن، هي في مذهبنا شرط في صحة العمل النية. في رمضان في صيام رمضان في صيام رمضان النية مؤكد عليها في كل شيء. قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا وكل واحتسابا. دي يعني النية إن يحتسب عند الله الأجر، يعني يا رب أنا شغال اديني حسابي، دي معنى كلمة احتسابا، احتسب الأجر. لو ما احتسبتش الأجر مالكش أجر، انسى بقى، كل سنة طيب، كل عام وأنتم بخير. عشان كده عايز أقول لك حاجة مهمة جدا. النهاردة هيبقى تقريبا كده المغرب على 6:30 والفجر على 4:30. هو الوقت 5:45 يبقى 4:15. يعني من 4 هنصوم من 4 الصبح 4 الفجر لستة المغرب أجي 14 ساعة 14 ساعة صيام. لو جينا نحسب ل 14 ساعة صيام 14 في 60 دقيقة في 60 كمان ثانية يطلع لنا 50,000 ثانية و400. اضربها انت كده هتلاقيها كده صح، 14 في 60 في 60 ب50,400. رقم 50,000 ما بيفكركش بحاجة؟ ياد يا مدني، ايه ده ما ينفعش ان احنا نقول له ياد يا مدني على فكرة، لان ربنا رزقه بمعاذ احسن الواد معاذ يزعل دلوقتي. هنقول له ايه؟ قال ايه ابو معاذ؟ ابو معاذ شفت بقى الواد معاذ يزعل لو سمعنا نقول له ياد يا مدني. المهم ياد يا مدني، قصدي ابو معاذ، 50,000 رقم 50,000 ده ما بيفكركش بحاجة؟ كلكم كده فكروا معايا، 50,000 50,000 جنيه تمن شقة في بلاد ذكروا، لا لا ما يجيبوش، 50,000 اوه ده يوم القيامة طوله 50,000 سنة. في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فاصبر صبرا جميلا، 50,000 سنة عطش تدنو الشمس من الرؤوس ويلجم العرق الناس إلجاما وعطش. شفت بقى 50,000 ثانية يطفئوا عنك عطش 50,000 سنة. الصيام والقيام يشفعان للعبد، يقول الصيام ربي أظمأته النهار فشفعني فيه، ويقول القرآن يا ربي أسهرته الليل فشفعني فيه فيشفعان. يبقى 50,000 ثانية يطفئ ظمأ 50,000 سنة شرط الاحتساب. إذا أنت قلت له يا رب احنا في صيف بقى شهر 8، يا رب الطف بالمسلمين يا رب، اللهم كن في عون فقراء المسلمين يا حي يا قيوم،
اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. 50,000 ثانية يطفئون عطش 50,000 سنة بشرط الاحتساب، انك تقول له يا رب انا عطشان ورئي ناشف وحلق علقم من اجلك، فاسقني يوم الظمأ. الشغلانه دي سهله، بس انت انوي. انا عايز اقول لك حاجه، وعايز اقول لك حاجه، كم رمضان ضاع وما نويناش النية دي، نية الري يوم الظمأ، نية الظل يوم الحر. هذه النية التي افتقدناها سنين طويلة، صمنا ولم ننوي خسرناها. مشروع الأولاني مشروع احتساب الظمأ لطلب الري يوم القيامة، احتساب الظمأ لطلب الري يوم القيامة، انك انت تحتسب انك انت في رمضان ده عطشان لله، محروم لله. السر في النية، في النية. يا مناس صايمة وملهاش نية في الموضوع ده وخسرت الأجر. إذا يعني رمضان مش نافع عنده؟ لا نافع، إنه بيسقط عنه الفريضة، أداء الفرض، لكن أجر دي محتاج نية. عشان كده قال من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه.